طبعا ثاني فقرتنا خالية من السياسة، واللي جايبيكم أفضل خمسة دول للحياة المهنية، يعني أفضل خمسة دول إنك أنت تقدر تعيش فيهم وتخدم فيهم. كيف إنك أنت تخدم فيهم؟ حتكون يعني النسب زي بعض من ناحية إنك أنت تخلص أم إنك أنت تأخذ فلوس. على سبيل المثال ليبيا حتلاقي نفس الشيء، يعني مش احنا مش ضمن خمسة دول هي، يعني حدرسكم على قبل ان كانت العمالة فيها هلبة من جميع انحاء العالم، ان هم كانوا يجوا يخدموا هنا عادي ما عندهم شيء، مشكلة كانت يومية متناسبة يومية ان هم يقدروا يعيشوا فيها. كانت انك انت تقدر مثلا انك انت شن الصنعة بتاعتك سمكرة او انك انت طيلة او شيء، كان في يومية موحدة لكل العاملين ان هم كانوا يخدموا كانوا يوفروا في النقود بتاعهم. لكن على حسب 7000 طبعا شخص عبر العالم من محترفي الاعمال، فخصصوا خمسة دول بس هما اللي احنا نقوله مثلا اي حد مهاجر او اي حد انه واخد اقامة في واحدة بالبلدان او حاب انه هو مثلا يحوته يسافر لواحدة من البلدان هي انه هو يبي يشتغل، فما عليه الا خمسة دول هادهم اللي هي قطر تركيا الامارات روسيا فرنسا. قطر تركيا الامارات روسيا فرنسا. طبعا قطر لغينا على يعني نعرفوا الاشياء اللي تدير فيها. طبعا الامارات ضروري ما يكون ان انت عندك شهادة مش انك انت تقدر تخدم. تركيا متعددة المجالات، روسيا حتى هي نفس الشيء، فرنسا حتى هي نفس الشيء، ولكن في حتى هي دول تانية مش في التصنيف هو، يعني مش في التصنيف هي، واللي هي كندا. عندك كندا وامريكا، يعني اننا عطينا هيك يعني نشبح فيها كندا من ناحيه انك انت تقدر تشتغل وانك انت تقدر توفر تعيش حياتك هنا كندا. يعني الاكثريه يقولوا ان هي غاليه كندا، راهو خدوها من هنا. يعني عندي اصدقاء او حتى في اصحاب انهم يعني مروحين من كندا يعني مستمتعين في غلاء، لكن الغلاء بتاعهم على نسبه الفلوس اللي عندك انت هذه في اي دوله، هي يعني انك انت تقدر تعيش بجنيه وتقدر تعيش ب، يعني احنا نقولوا تعيش بجنيه ولا تعيش بألف. يعني كندا هي قاعده تستقطب في، احنا نقولوا حتى المهاجرين قاعدة تستقطب فيهم، يعني من دو ان هم مثلا انك انت مثلا شن المهنة اللي عندك او شن الخدمة اللي انت يمكن تقدمها للبلاد هي، فهمت كيف؟ يعني انت شن مثلا الصنعة، فهذا على الصنعة دهن يعني لازم منها، يعني صنعة ذهب، يعني صنعة دهن يقولوا ذهب خالص، يعني بجديات انت مثلا انك انت تقرأ ضروري ما تشوف صنعة دهن، يعني تلقاها القدام، يعني اي شيء طو حاليا في الوقت الحالي. طيب انت احنا عرفنا شنية الخمسة الدول اللي تمشي انت تقدر تعيش فيها وبنسب يعني نفس الشيء من ناحية احنا نقوله الفلوس او العطاء انك انت تقدر تعيش يعني معهم، ان هي قطر تركيا الامارات روسيا فرنسا. خلينا نمشي للجانب الثاني واللي هو يحوتها جانب الاعمال الحرة، يعني العمل الحر واللي انك انت يعني تقدر مثلا تقدر تصين تليفون احنا نقوله، او انك انت مثلا تكون بتاع زواق، او انك انت تكون بتاع مرق، او انك انت تكون ميكانيكي، او انك انت تكون نجار. يعني شنية الحوتة مثلا الامكانية اللي يقدر يدير، يعني الحرفة اللي يقدر ان هو يخدم بها. نخدم شو نسمع اني يخدمون اني خدمتي الوحيدة نخدم دويق. اني اول ما نتشى من اكله نقولهم شنفاها وشمش ناقصها. هذه في كندا في عندك انا هذا نين نمشي هذه في كندا في، يعني في اشخاص خاصين بتذوق، يعني احنا نقولوا القهوه اللي تفتح جديد وخطيئه من القهوه اللي هي تقعد تجرب فيه، احنا نقولوا في اكلات جديده ان هم يجيبوا فيه متذوقين يقعدوا ياكلوا في احنا نقولوا في الماكله الدراجه الجديده هذه، هل هي تنفع او لا، او شنو مثلا كان قالوا لا ما عجبتهمش يقعدوا يزيدوا في نسبه المكونات لن تمشي امورهم. يعني طول حوت قال لنا يعني شغلتي يعني ان الصنع اللي عندنا هو متذوق جيد، يعني متذوق. هل نتكلم يعني خدمه راه وخدمه الانسان يعني من احسن الخدم اللي في العالم كله. يعني عندك يعني بجديات، يعني مش ضروري ان يكون لسانك تذوق، يعني العالم كله او احنا نقوله التفكير والعقل، يعني ضروري يكون انت لسانك حشاكم يعني حصانك في كل شيء. انصنت لسانك انخنت خانك، يعني ضروري في اي شيء. يس هذا اللي كنت متوقع انا اصلا. تواصلت ولا في تشويش وماشي امورك كويس؟ الحوت حاله في انه بيسكر على 300. الحوت اليوم حاب انه هو بيسكر على 300. اسمعني عندك نية تتعلق بعد الحلقة ولا شيء؟ ما انا اليوم نبي نناشبك. لاني عارف حاليا في الوقت الحالي مستوي بشخص برا. في شخص اللي قاعد برا انا بحمايته يعني. مية. لو انك انت قربتني في احتمال حيدير لك اي شيء حوت. تو نشبحوا احنا. فيا وعدين يا وعد يا زي ما قلنا لكم، يعني النسب او احنا نقولوا خمسة دول اللي يمكن انك انت تعيش فيها وتلقى انك انت ما تدير فيها، والاشياء الجميلة انك انت ضروري ما تكون عندك صنعة. عندكم هنا احلى 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 صنعة في ليبيا توا حاليا في الوقت الحالي الحلاق. صح. يعني صنعة تحل، يعني انت تقول حلاق يعني بجديات والله العظيم صنعة مليحة للناس. احنا نقولوا مثلا ما فيش يعني فيش مشكلة انك انت موظف حكومي في العشية تشتغل عمل حر. فهمت؟ يعني انك انت تزيد يعني بدل خير خيرين، يعني احنا نقولوا
ماشي بكري اننا مثلا نبي مش مثلا يعني ماشي بنساوي بجديات اللي بنساوي اللحيه يعني شفاها هي طريفه بس يعني هيك منقشه تنقيش فهمتها هي بضربالي بكي انا اوكي فهمتها اذا مش احضر فقال لي 10 دينار انا ضيقت للامانه قلت له بجديات يعني قال لي ب 10 دينار يعني باش شنو الموضوع اللي يمكن بالماكينه انك انت بتضرب لي تبي توسعها بس يعني علاش انا نبي ندفع 10 جنيه قلني الحلق في شعر الوجه ب 10 جنيه صق عليك ما حلاقات صق عليكم قصدي حلاق يعني بالموس اوكي انه يدير لك بالموس يقعد يواسيلك فيها مش عارف شنو يعني مش امكانيات هذيك الامكانيات بشنو ياخذ مني قيمه 10 دينار عندك علم لو احنا نتجهوا مثلا نشوفوا احنا نقولوا الحلول اللي برا زي عندك اليونان عندك اوكرانيا طول اليونان الفتره اللي فاتت هي صارت عندها ازمه اقتصاديه كبيره 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 تمام صار لهم نفس الشيء احنا نقوله في المواد الغذائيه في الموارد اللي عندهم في حتى العمال الحره يعني انت شوف الشعب منا ليه انه هو الشعب ام تكون متقف حوته وانه هو عنده استيعاب لكل شيء هذه قداش كانت قيمتها ب 5 جنيه ولا ولا بتتمنى جليل انا بنعطيك 5 جنيه يا اما بتقعد لك بضاعتك انا ما عادش نبي نبيعها يعني الامور السياسيه احنا ما لناش علاقه بها فهمتنا يعني انتوا درتوه بايديكم حلوه بسنونكم يعني احنا ما عندناش علاقه اوكراني نفس الشيء وانا كيف صارت الحرب بينها وبين الروسي واحده من المقاطعات هي وقاعده اليوم هذا يعني فتح بيناتهم الزوز يعني على خاطر جهه معينه صارت فيه حتى يعني اوكرانيا رغم من ارخص الدول اللي في اوروبا فهمت من ارخص الدول اللي في اوروبا يعني انت شوف من الازمات من ازمه لازمه من ازمه لازمه احنا ما عندناش علاقه احنا كمواطنين احنا عايشين عليه حقوقنا الاولى مثلا تصل قهوه بجنيه ما نجيش نلقاها ثاني يوم بثلاثه جنيه لاني بناخذها بجنيه ما بتقعد عندك يعني شعب عارف انه هو كيف يطلع من الازمه هي فهمتي مش ضروري ان تكون في حلول في سياسيين مش ان هم احنا يطلعونا من الازمه لكن احنا بسم الله ما شاء الله يعني نمشي مثلا الدولار كان ب 9 جنيه القهوه قاعده بجنيه ونص بتوا يعني الدولار ب 4 جنيه والقهوه قاعده بجنيه ونص علاش مش عارف نص الدجاجه ب 14 جنيه ما كان الدولار ب 9 جنيه تمام طوب بدي ب 4 جنيه ويعني ب 4 جنيه والدجاجه نص الدجاجه قاعده ب 14 واحنا قاعدين نفرح ومبتسمين وسعداء وجونا جميل